بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة أعضاء مجلس الوزراء السادة المستشارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدأ جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسون يوم الأربعاء عشرين اثناش ألفين وثلاثة وعشرين قبل البدء بجدول الأعمال الحمد والشكر لله على توفيقه وتزديده لنا جميعا في إنجاز واحدة من أهم المحطات الدستورية والقانونية الاستحقاق الوطني الذي كان معطلا طيله عشر سنوات انتخابات مجالس المحافظات ومحافظة كركوك منذ عام 2005 جرت الانتخابات بصوره طبيعيه لله الحمد وبخلاف التوقعات سارت الامور بهدوء وبانسيابيه و وفق اداء متقن من قبل الاجهزه الامنيه وايضا المفوضيه العليا المستقله للانتخابات وايضا من قبل القوى السياسيه والمشاركين في هذه الانتخابات. الحكومه بذلت جهود كبيره من اجل انجاز هذا الاستحقاق. وهنا في هذا المجلس اتخذنا الكثير من القرارات. المتعلقه بالتخصيصات الماليه او الامور الاداريه واستضفنا اكثر من مره رئيس مجلس المفوضيه من اجل تذليل المعوقات وتوفير متطلبات تنفيذ عمليه انتخابيه نزيهه وعادله. هذا يدفعنا انه نزيد التماسك والقوه لما سياتي من استحقاقات على مختلف اولويات البرنامج الحكومي او حتى الاستحقاقات الانتخابيه القادمه البرلمانيه والمحليه هذه المشاركه تمثل ان كحكومه اتحاديه والحكومات المحليه القادمه التي ستتشكل ان شاء الله بارقه امل في ان نندفع نحو تقديم الخدمه لانه جدنا خيارات المواطن تتجه نحو الاداء وتقديم الخدمه والتفاني لـ تامين ما يحتاجه المواطن على صعيد الوضع المعيشي والخدماتي هي رساله من قبل المشاركين المواطنين الذين شاركوا في ظل هذه الظروف والتحديات وهذه تحيه علينا ان نرد بافضل منها من خلال العمل ومن خلال تعاوننا ايضا كمجلس وزراء مع الحكومات المحليه اللي تمثل شريك معنا في الاداء التنفيذي بالتاكيد راح نحتاج المواطنين دائما في ان يكونون عون لنا وسند في تحديد السلبيات اللي ترافق ادائنا وعلينا ان نتفهم هذا الرصد الايجابي ونتعاطى معه بايجابيه. بصراحه نستطيع ان نتفائل بالمستقبل. هناك كثير من المؤشرات الايجابيه ولله الحمد تدفعنا الى هذا التفاؤل ان نستثمر هذه الفرصه لإنجاز ما علينا تجاه أبناء شعبنا اللي صبر فترة طويلة أمام مختلف التحديات الأمنية والسياسية. ولاحظ حالة التفاؤل والاستقرار والهدوء والثقة هذا أهم شيء، الثقة التي بدأت تتشكل وسوف تتزايد مع على ضوء أدائنا متى ما صدقنا مع المواطن ونفذنا التزاماتنا وكنا على مستوى قريب من تطلعاته واماله هو هذا اللي يبني الثقه وبالتاكيد الكل حريص على نجاح عمل هذه الحكومه من قوه سياسيه اللي نقدم لها ايضا الشكر على ما قامت به من خلال هذه العمليه الانتخابيه من تنافس ب ضمن الاطار القانوني. الشكر الجزيل للاجهزه الامنيه، الاجهزه الامنيه بكل صنوفها بكل تشكيلاتها واللي عودتنا دائما انها حاضره في المحطات الصعبه التي تواجه بلدنا. كان الاداء استثنائي بكل ما تعنيه الكلمه طيله شهور والاجهزه الامنيه تنتشر في كل ارجاء البلد. لتحافظ على الامن والاستقرار والبيئه الامنه التي تمهد للقوى السياسيه للمرشحين وتنطي الانطباع الايجابي ان هذه الظروف مهيئه لاقامه هذه الانتخابات. نجحت اجهزتنا الامنيه نجاح باهر وهنا اود ان اشيد بالجهود اللي بذلوها الاخوه الوزراء الامنيين في مقدمتهم السيد وزير الداخليه. الاخ وزير الدفاع ورؤساء الاجهزه الامنيه واخص بالذكر نائب العمليات المشتركه الفريق قيس محمد داوود الشكر ايضا للمفوضيه المفوضيه العليا المستقله للانتخابات اثبتت اداء مهني رغم التحديات الفنيه اللي طرات على العمليه الانتخابيه في التصويت الخاص لكنها تجاوبت بسرعه لتجاوز هذا الاشكال وهي مدعوه اليوم ايضا استكمال هذه العمليه والانتهاء من فرز النتائج لكي نبعث برساله الى المواطنين ان اصواتهم في مكان امين. طبعا نستذكر الشهيد البطل العقيد الطيار مروان جلال درويش الذي استشهد اثناء الواجب بعد سقوط طائرته اللي كانت مكلفة بنقل عصا الذاكرة من توس إلى قاعدة كركوك واصابت زميلة النقيب طيار علاء سلمان داود الرحمة ورضوان للشهيد والشفاء العاجل للجريح البطل شكرا أيضا للمعارضين والمقاطعين الذين لم يخرجوا عن الإطار القانوني في إبداء موقفهم نسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين من كل مكروه